السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع وثيقة الأحزاب ورفض الشارع، حيث خرجت أغلب وأبرز أحزاب السلطة الحاكمة في العراق بوثيقة تضمنت عدة بنود، من أهمها إعطاء مهلة محددة ب 45 يوما لحكومة عبد المهدي لتحقيق إصلاحات. هذه الوثيقة وخلال لحظات من خروجها للعلن تم رفضها، بل وتم حرقها على يد المتظاهرين في ساحات التظاهر المختلفة، ليوصلوا رسالة واضحة إلى هذه الأحزاب أن لا مكان لهم ولا قبول. بل كل هذه المسرحيات كما وصفوها قد اكتفى منها الشعب ولم يعد يصدق أي شيء مما يقدموه. وهنا نطرح عدة أسئلة متعلقة بهذا الموضوع مشاهدينا الكرام. إذا كانت هذه الأحزاب تخرج بوثيقة تطالب فيها بالإصلاحات، فمن الذي دمر وسرق وأفسد في العراق؟ من الذي نهب الثروات وأضاع السيادة؟ من الذي خطف وقتل وسبب النزوح وملأ المعتقلات وأفقر المجتمع؟ على من خرج العراقيون الآن؟ إذا كان من وقع على هذه الوثيقة يطالب بالإصلاح، فمن اللص إذن ومن القاتل؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة، لكن بداية نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لدينا الآن هذه الوثيقة التي وقعت عليها الأحزاب الحاكمة في السلطة، أبرز هذه الأحزاب. دعونا نستعرض بعضا من فقراتها التي وردت، وهي فقرات ملفتة للانتباه أيضا وملفتة للنظر من عندما نتابعها وعندما نرى أنها خارجة من أشخاص هم أصلا متهمون بكثير من الاتهامات المتعلقة بالنزاهة والفساد وغيرها من هذه الاتهامات في العراق. نبدأ من الفقرة الرابعة، تقول: يتوجب على الأجهزة الأمنية والقضائية فرز المندسين والمخربين والمجرمين ممن شوهوا التظاهرات وحرفوها عن سلميتها. ألا يعد هذا اتهام واضح للمتظاهرين وللمظاهرات أنها مخترقة وأنها فاقدة للسلمية بل مبتعدة عن سلميتها؟ ألا تعد هذه الفقرة هي اتهام مباشر للمتظاهرين والمظاهرات بأنها غير سلمية؟ أذن ما الذي اختلفوا به عن من خرج على وسائل الإعلام ليتحدث عن أن هناك مندسين وهناك مخربين في هذه المظاهرات؟ هذه نقطة. نقطة أخرى تقول: يتوجب على القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة المختصة تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين. هل تذكرون مشاهدينا الكرام اللجنة التحقيقية التي شكلت إبان المظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول في بدايته، والتي كان هناك قناصة وكان هناك قمع واضح وأودى بحياة الكثير من المتظاهرين؟ ما الذي أفضى إليه التحقيق؟ ألم يفضي وقتها إلى اتهام بعض من القيادات الأمنية الموجودة والصاق التهمة ببعض من الأفراد الأمنية الموجودة في الشارع، وكذلك تحدثوا على أن القناص وكأنه كان واحدا وهرب ولم يستطيعوا أن يحددوا مكانه؟ ألم يخرج التحقيق الذي شكلته الحكومة وقتها بهذه النتائج ولم يتهم مسؤولا واحدا من المسؤولين، إن كان في وزارة الدفاع أو الداخلية أو حتى القائد العام للقوات المسلحة عبد المهدي، لم يتهم أحد منهم بقمع المظاهرات وقتل المتظاهرين، بل ألصق الموضوع ببعض القيادات الأمنية
وصورت العملية وكأنها خروقات أمنية حدثت هنا وهناك، لكن كما لاحظتم وحتى لا ينسى أحد، كان القمع ممنهجا بكل المحافظات التي خرجت فيها مظاهرات، وهناك قتلى وشهداء بالأحرى بأعداد كبيرة جدا منتشرة في هذه المحافظات، وكان هناك قمع موثق بالصوت والصورة من الأطراف الحكومية والقوات الحكومية المنتشرة. طبعا هناك أيضا نقاط نتحدث بها، إجراء تعديل واسع طبعا من المقترحات، تشريع قانون يعتبر قرارات مجلس كذا، أوكي، إجراء تعديل وزاري واسع يركز على الكفاءات الشبابية النزيهة واستقلالية الوزراء بعيدا عن مفاهيم المحاصصة. ألم يعد أو تعد هذه الأحزاب والحكومات السابقة بإيجاد تكنوقراط أكفاء في المناصب الوزارية الحساسة؟ لماذا نستمر نشاهد أشخاص منتمين لأحزاب وبرلمانيين منتمين لأحزاب قسموا المناصب على أساس المحاصصة والتحزب؟ لماذا لا نشاهد حتى هذه اللحظة قرارا مستقلا يخرج من وزير؟ ألم يستقل وزير الصحة بسبب الضغوطات التي تعرض لها لأنه قرر كشف بعض الملفات أو وجد هناك خروقات؟ أين الاستقلالية؟ أين التكنوقراط في هذه المناصب الحكومية التي تسلمتها هذه الأحزاب منذ بداية الاحتلال وحتى هذه اللحظة؟ كذلك تتحدث الفقرة في النقطة الخامسة أو عفوا النقطة الثالثة تاء، تقول تقديم قانون الضمان الاجتماعي ويشمل تأسيس صندوق يضمن عدم بقاء عراقي تحت خط الفقر. من أين؟ هذه السلطة الحاكمة مشاهدينا الكرام قابعة تحت الديون، عليها الكثير من الديون لصندوق النقد الدولي وغيره من الجهات الدولية، كما تحدث عادل عبد المهدي مجرد فقط الزيادات أو الفوائد على القيمة الكلية للديون هي تقدر بأحد عشر تريليون دينار عراقي. كيف يمكن أن لا يبقى عراقي تحت خط الفقر والأعداد تفوق 8 ملايين؟ لا يبقى عراقي تحت خط الفقر في ظل وجود هذه الديون الكبيرة وفي ظل وجود هذا الفساد الكبير. كيف يمكن أن تحقق هذه الأحزاب المتهمة أصلا بسرقة أموال العراقيين أن تحقق اكتفاء ذاتيا وأن تحقق إشباعا لحاجة المواطن العراقي، خاصة فيما يتعلق بقضية الفقر ومستويات الفقر الموجودة الآن في العراق؟ معنا اتصال، معنا السيدة أم عبد الله من البصرة، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا حابة أشارك معاكم بالبرنامج. تفضلي. أنا جاي أقول على وثيقة الشرف اللي كتبوها الأفندية. ها؟ نعم. يعني أنا جاي أقول إنسان ما عنده شكون يكتب وثيقة الشرف؟ إنسان ما عنده يعني ما عنده غيرة على بلده ولا عنده حمية على بلده شكون يكتب وثيقة الشرف؟ هو بالذات إنسان مو شريف، لو شريف ما خلته مرتاح. أم عبد الله، هل من هرب المليارات وهل من سرق العراقيين وهل من استولى على ممتلكات الدولة له الحق أن يتحدث عن إصلاحات، عن محاربة فساد؟ لا لا، ما إلى أي حق. إذن كيف تخرج هذه الأحزاب؟ نعم، كيف تخرج إذن هذه الأحزاب بهذه الوثيقة التي تحاول من خلالها كما وصفها المتظاهرون أن تضحك على العقول الضعيفة، تضحك على المتظاهرين؟ هل يمكن إقناع العراقيين بهذه الوثيقة الآن؟ لا أخي أستاذ محمد، بعد العراقيين ما يتكشمرون، بعد إحنا ما نتكشمر، عرفنا أوادمنا زين، عرفنا من القلب علينا ومن الجري يفوتنا. بعد العراقي ما يتكشمر، لو يتكشمر كان رجع لبيته، ما قاعد تفارج في المطار وفي الطير، متمام؟ نعم. شكرا أم عبد الله، كنت معنا من البصرة، شكرا لك للمشاركة. مشاهدينا، نقرأ بعض الرسائل التي وردت. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، شلونك خويا؟ بس أريد أقول هو اللي ما عنده شرف شلون يكتب وثيقة شرف؟
لو عندهم شرف وغيره ما كان دم تارس القاع ناس حقراء بدون كرامه. يقول السيد مبروك من الامارات: تحيه لك يا اخي محمد، المجد لثوره تشرين، ثوره الحق والمبادئ والقيم، ها هي تحقق اهدافها الثابته باسقاط رموز العمليه السياسيه العملاء ذيول الشر، وان النصر المؤزر القادم للعراق اقترب موعده، وان موعدهم الصبح، اليس الصبح بقريب؟ هي ثوره بركان تثور شرارتها في وجه الفاسدين القتله، يجب اعاده الثوابت للانتفاضه التشرينيه المباركه بتضحيات الشهداء الذين سقطوا ويسقطون من الحقوق، واسقاط النظام وعوده العراق. شكرا يا سيد مبروك. طيب مشاهدينا، نود ان نشاهد مع حضراتكم كيف تفاعل العراقيون مع هذه الوثيقة التي خرجت من أحزاب السلطة الحاكمة. شعب كل العراق، هاي الوثيقة بلا شرف، هذا الشعب كل العراق. هذا ما شاهدتموه، هكذا تفاعل العراقيون مع هذه الوثيقة التي وقعت عليها أحزاب السلطة الحاكمة بهذه الطريقة، تم حرقها في ساحات التظاهر. خرجت مظاهرات منددة ورافضة لهذه المسرحية التي كما وصفوها بالمسرحية تحاول الأحزاب الحاكمة الضحك على المجتمع. أعطوا مهلة لعادل عبد المهدي، مهلة 45 يوم لتحقيق إصلاحات. العراق مضى عليه 16 عاما والآن يدخل في العام أو اقترب من العام 17 للاحتلال. هذه الأحزاب التي وقعت على هذه الوثيقة هي نفس الأحزاب التي حكمت هذا البلد. ما الذي قدمته؟ ما الذي أنجزته؟ ماذا قدمت الأحزاب التي وقعت على الوثيقة من إصلاحات؟ وحتى من لم يوقع لكي لا يستثنى أحد، ما الذي قدمه من يشارك في العملية السياسية الحالية للعراقيين من إصلاحات؟ ماذا قدموا بالنسبة لمكافحة الفساد؟ ماذا قدموا بالنسبة لانهيار الوضع الأمني؟ ماذا قدموا لملف النازحين؟ ماذا قدموا لملف الفقراء والمحتاجين؟ وغيرها وغيرها من ملفات كثيرة عانى منها المواطن العراقي طيلة هذه المدة الطويلة من حكم هذه الأحزاب. هل هذه الوثيقة وهذه المدة هي كفيلة وكافية لإنهاء المشاكل التي يعيشها العراقيون؟ مشاكل رسخت منذ 16 عاما وانتشر الفاسدون في كل مفاصل الدولة، هل في 45 عاما سيقضى على كل هؤلاء؟ حتى وإن كان هناك تهديد لعادل عبد المهدي بسحب الثقة منه، من هو بديل هذه الأحزاب؟ هل هذه الأحزاب تريد أن تضع بديلا من خلالها أو من داخلها بديلا لعبد المهدي؟ لماذا يستمر التشبث بالسلطة في ظل وجود رفض شعبي واسع يقول الشعب يريد إسقاط النظام في ساحات التظاهر؟ لماذا لا يسمع من وقع على هذه الوثيقة نداءات الشارع؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، من يلعب دور المعارضة؟ عمار الحكيم وتيار الحكمة يلعبون دور المعارضة منذ حكومة عادل عبد المهدي. أين المعارضة في هذه المحاولات التي نراها تحاول إبقاء هذه السلطة في وضعها ودعمها بشتى الوسائل؟ هذه المهلة التي تعطى وهذه الوثائق التي توقع، أين المعارضة فيما نراه من تصرفات الحكيم وغيره؟ معنا اتصال. أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هذا المنبر العظيم وعامليه. بالنسبة اللي وقعوا على هذه الوثيقة هم ذيول إيران. ذيول إيران هم يجتمعون كل يوم ويأخذون يأخذون يأخذون توصيات من سليماني، وشو يقول لهم سليماني هم ينفذون. إحنا هم ما عندهم أي سلطة بهذا البلد. هم دمروها 16 سنة بذيول إيران، كل سليماني كان هو اللي أمرهم، وهو زعيمهم. لا. وهو اللي يدمر هذا العراق. فهم خايفين هسه، لانه اذا ما يتركون تراثيهم، لانه هم الافاده مالتهم فايديهم، جيوبهم ممليه بهاي الموارد العراقيه، بفلوس العراقيين، بدماء العراقيين. فهم ما ينظرون لهذول المتظاهرين كطالعين يدافعون يردون وطن. الكل يصيح يريد وطن، كنا نصيح نريد وطن، نريد وطن حر، نريد وطن ما يملي هذول الحبربشيه اللي اجوا من ايران. احنا ما نريد حفلات امريكا واسرائيل، احنا نريد شعب حر هو يحكم، وهو هو هو ينطي حقه لهذا الشعب المظلوم.
ايه وان شاء الله ان شاء الله يسقطون ونسحلهم بالشوارع ان شاء الله. شكرا. ما بقى لهم شيء، هم حايرين شو يسوون بعد. وانا اشكرك. شكرا يا ام ازهر، كنت معنا من بغداد، معنا السيد ابو مالك من امريكا. تفضل يا ابو مالك. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون صحتك يا اخي؟ حياك الله، اهلا وسهلا. تفضل. اذا ممكن سؤالي، هاي الوثيقه اللي انت تتصور صدرت من الاحزاب، يعني هي الاحزاب تتصور انه كتبتها وصدرت؟ اذا من الذي كتبها واصدرها؟ اكو مستشارين ايرانيين موجودين، اكو طابق الرابع وزاره الداخليه، كلهم مستشارين ايرانيين موجودين وياهم. وثانيا ليتصور عادل عبد المهدي او اي مسؤول بالدوله العراقيه يقدر يخطي خطوه واحده اذا ما يجي اعاد من ايران. ثانيا اي رئيس مجلس نواب، انا اريد اسالك استاذ محمد لحد هاي اللحظه، اي مجلس نواب من السنه اللي اجى استلم وهو ما زار ايران او راح وقع الايران؟ نعم. بالاملاءات اللي هم يملؤوها عليه. نحن نتحدث يا أبو مالك بشكل عام عن السياسيين، إن كانوا سنة أو شيعة بغض النظر منهم أو لمن ينتمون، لكن ما الذي قدموه بالمجمل؟ بالمجمل ما الذي قدموه؟ كل شيء ما قدموه غير الخراب والدمار. نعم. وشردوا الشعب العراقي. أنا هسه وجودي هنا بالغربة وغيري 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 وغيري، شنو منو سبب هاي؟ أبو مالك سؤال، هل من هو متهم بالفساد، يعني اللي مسيطر على عقارات واملاك الدوله، اللي هرب اموال العراقيين الى الخارج، المتهم بالسيطره على المطارات، او المتهم بالسيطره على انابيب النفط والشركات، هل هذا يحق له اصلا ان يتحدث عن مكافحه الفساد، يتحدث عن اصلاح؟ وكان الموضوع لا يشمل الاحزاب الموقعه، يعني شلون احد الشخصيات موفق الربيعي الذي خرج ليقول انه المجرب لا يجرب، هذه المرجعيه لم تقصدني انا، قصدت غيري. هل يفكرون بهذه الطريقة؟ هو من وصل موفق الربيعي؟ هم كلهم ذول ذيول إيران، جبر سولاغ وغيره، وهذا الفياض، وهذا الآخر هذا العامري، ذول وين كانوا عايشين؟ وهذا ثانيا اللي دعاهم لبيته، هو منو هذا؟ هو مو جنسيته إيرانية؟ مو كان عايش هو أصل ولادته إيران؟ طيب بعيدا عن هذه النقطة، ألا يعتبر عمار الحكيم أعلن نفسه معارضة منذ حكومة عبد المهدي؟ أين دور المعارضة الذي لعبه أو مثله عمار الحكيم في حكومة عبد المهدي؟ لماذا نراه الآن مع هذه الأحزاب متفق، هو الذي دعاهم يوقع على هذه الوثيقة مثلهم، وثيقة ترسخ بقاء هذه السلطة، تدعو إلى استمراريتها، تدعو إلى تحقيق إصلاحات وهمية بالنسبة للشارع؟ لا محمد، هذا ضحك على الدخون. يعني انت تتصور انه الشعب لهالدرجه ساذج يضحك عليهم مالهم عمار الحكيم وغيره؟ ليش هو الشعب ما يعرف عمار الحكيم منو؟ ما يعرف عمار وين كان عايش؟ ما يعرف عمار الحكيم جنسيته شنو هي؟ نعم. ناهيك عن هاي الوزراء اللي كل جناسيهم اجنبيه. اثنين، انا اريد اوجه رساله للشيوخ العشائر اللي اجتمعوا مع عادل عبد المهدي، اذا تسمح لي استاذ محمد. نعم. يعني ما خجلوا على عقولهم، هاي العقول الشريفه، العقول العربيه الاصيله، تجتمع مع واحد ديال تابع لايران؟ نعم. هل هو هذا عادل عبد المهدي ولاء للعراق او عراقي بالدرجه الاولى، او يعني رئيس وزراء بالمعنى الصحيح اللي يقدر يصدر قرار حتى الواحد يروح يجتمع به؟ وهي الشيوخ العشائر الها كيانها، الها احترامها، وهذا العقال اللي منصوب على الراس إلى شرفه وإلى كرامته. نعم. يعني ما خجلوا على نفسهم؟ شكرا لك يا سيد أبو مالك، كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. معنا أبو رائد من الموصل، تفضل يا أبو رائد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عزيزي؟ حياك الله أبو رائد، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك أخوي العزيز. بالنسبة لهذه الحكومة، نعم، الفاشدة، يقولون إذا سوينا حكومة تدير أعمال يصير فوضى. العراق يوم اللي سقط صدام حسين بقينا 6 أشهر بلا حكومة. الشعب العراقي شعب حضاري، هو علم الناس القراءة والكتابة. ما يعرف يداري نفسه بهاي المدة اللي تنزاع هاي الحكومة الفاسدة. الشعب العراقي كله قيادي وكله ذكي وكله شجاع، هاي وحدة. أكو موضوع
آية قرآنية الله سبحانه وتعالى يقول المكر السيء لا يحيط المكر السيء إلا بأهله. اليوم الدائرة دارت على الحكومة وعلى إيران وغير إيران، بس أكو موضوع مهم أهم من هذه كلها. تفضل. اليوم الشعب الأمريكي بخطر، الشعب الفرنسي بخطر، الشعب هذا البريطاني بخطر، وكذلك الروسي والصيني. وكل من يسمع السلاح الدمار الشامل هم خطر كلهم. هاي الشعاعيات مع المعامل الصناعة والتجارب النووية وغيرها والمخلفات اللي دفنوها بالأراضي، الأرض لها مشامات. أبو رائد، لا أبو رائد، أبو رائد شنو ربط الموضوع؟ خلينا نخدمك، خلينا شنو الربط؟ شنو الربط؟ الربط تحت ما تسمى طبقة الأوزون، التكلس اللي صار جواها راح ينزل عليها معشار ما يعلم بينه إلا الله. كل فين الأرض راح تروح؟ ننطيك البينة. أبو رائد ليس موضوعنا الآن، أشكرك للمشاركة، ليس موضوعنا هذا. أود مع حضراتكم الآن أن نتابع مقطع لحرق الوثيقة التي خرجت بها أحزاب السلطة. دعونا نشاهد هذا المقطع ثم نعود. دورة العشرين والله نعيدها، هاي الوثيقة بلا شرف، هاي الوثيقة بلا شرف، هذا الشعب كله عرف، هاي الوثيقة بلا شرف. مشاهدينا الأرض العربية كما تشاهدون متظاهرون يقومون بحرق الوثيقة التي وقع عليها الناس بعض الكتل السياسية. هذا هو رفض المتظاهرون التحرير والمعتصمين المتواجدين في الحرم. هاي الوثيقة بلا شرف، هذا الشعب كله عرف، هاي الوثيقة بلا شرف. طيب، كما شاهدتم مشاهدينا الكرام تم حرق الوثيقة بهذه الطريقة، ومقطع آخر عرضناه قبل قليل أيضا يوثق حرق هذه الوثيقة. الرفض الشعبي للأحزاب الحاكمة فاق كل الحدود، والدليل أن الشعب لأول مرة في هذه المظاهرات يخرج بمطلب اختلف عن المظاهرات السابقة التي خرجت في السنوات الماضية ودعا إلى إسقاط النظام مباشرة، لأنه اتضح له ووصل إلى مرحلة من القناعة والوعي أن لا سلطة حاكمة من هذه الأحزاب ولا شخص من هذه الأحزاب أو منتمي لهذه الأحزاب أو مشارك في هذه العملية السياسية منذ الاحتلال هو كفء بهذه المناصب الحساسة والمهمة في قيادة هذا البلد. وبالتالي خرج العراقيون رافضين لهذه الوثيقة ورافضين لهذه الأحزاب ولكل ما يأتي من محاولات امتصاص غضب الشارع أو محاولات تميع القضية أو محاولات تخدير المجتمع من قبل السلطة الحاكمة، هي مرفوضة جملة وتفصيلا. والدليل أن كل ما يخرج الآن إن كان من رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان في كلمات خطب أو لقاءات هو مرفوض. دعونا نشاهد أيضا من هو مرفوض أيضا ضمن هذه العملية السياسية الذي تمت بعض المحاولات بالفترة الأخيرة من أجل تلميع صورته ومحاولة دخول مندسين من أنصاره إلى هذه المظاهرات، مقتدى الصدر. دعونا نشاهد ما الذي يقوله المتظاهرون على مقتدى الصدر. نكمل مع الشخصيات أو الجهات المرفوضة من قبل المجتمع. طبعا تم في الآونة الأخيرة اجتماع بين عبد المهدي وبعض ما يسمون بشيوخ عشائر من الوسط والجنوب العراق. طبعا هذا الموضوع أثار استهجانا واسعا واستغرابا من هذه الشخصيات التي ترتدي العقال والشماغل أو يشماغل اللي يمثل الحضارة ويمثل التراث العراقي وكذلك يمثل القبلية العراقية. ذهبت بعض الشخصيات التي تم التبرؤ منها من قبل كثير من العراقيين أنها حضرت اجتماع دعا إليه عادل عبد المهدي. هذه الشخصيات دعونا نشاهد
كيف تعامل معها المتظاهرون؟ طيب معنا الآن السيد أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لدار الوثيقة الشرفي، بالنسبة لدار الوثيقة الشرفي غير السياسيين اللي هم يتم كتل السياسية. طبعا الشعب يتم كتل السياسية، هم مو كتل سياسية، هم كتل حرامية. هم ما شفنا منهم بس يطلعون حتى الرجال يكذبون في مؤتمرات صحفية مصادرك تنفيذ ويبوقون بأموال الشعب ويبوقون بثروات الوطن ويوقعون يبيعون النفط كله ويبيعون ثروات الوطن كله وهم ماخذين فلوسهم ماخذين حصتهم. احنا أريد الشعب العراقي كلهم أن هذول مو سياسيين، هذول شلة حرامية، هم محميين من جهات دولية قوية متعهدة بهم وحاميتهم وخليتهم بحسن اسمها المنطقة الخضراء وحاميتهم، والدليل على ذلك حتى الشعب صار مجد منتفض يقدم في شهداء هم ولا مهتمين يقولون احنا نريد نسوي اصلاحات، صار نفتح اسمه ما في اصلاحات، ماكو بس خراب ودمار وقتل للشعب ونهب للثروات وتاخر من بلد وتاخر كل مجالات وتخلف. نعم وتخلف من حتى التخلف. هل تعتقد يا أبو علي أن هذه الأحزاب التي وقعت على هذه الوثيقة ستطبق عليها الأطروحات التي أو الاقتراحات التي وضعوها، يعني مكافحة الفاسدين، ملاحقة اللصوص، تحدثوا عن طبعا قانون النفط والغاز والسرقات التي تتم في هذا الملف وغيره من هذه البنود التي وضعوها، وكل شخص منهم هو متهم بقضية من هذه القضايا، هل تعتقد أن هذه الإصلاحات التي يسعون إليها كما تقول الوثيقة ستطبق عليهم أولا أم لا تطبق عليهم من الأساس؟ أكيد أخي، أكيد أخي، هذا تمثيل وتمثيل على الشعب، يحاولون يكتبون الوقت، يحاولون يضبطون من عزيمة الثورة والانتفاضة والثورة، وهذا تمثيل على الشعب، هم مستفادين، هم قصد هاي الظروف ياخذون من الاموال يهربون في الخارج، ما يهتمون هم ولا يهتمون بالشهداء ولا يهتمون بامهات السكالى ولا الاطفال اللي يرسموا ولا النساء اللي تململت ولا هم اي شيء، هم قاعدين في الارض متونسين ويضحكون وهم بغير العالم، هم بوادي والشعب بوادي اخر، هذول اللي بنوا الثوره هذول شعب ينتفض على الظلم وعلى الاضطهاد وعلى الجوع وعلى الحرمان، هاي صار 20 سنة هم قاعدين يمثلون، اصلا هاي مسرحية، وهاي مسرحية من الجن كان حدها هي مسرحية، لكن احنا نتعامل الشعب احنا قلنا وراها، وانا المشكلة عندنا اخي انا بنبه على شغلة واحدة انه نشوف الشعب من فاهم هذا انهم حرامية وناس ممثلين وناس ما هم مرضى، يروح يسوي تمثيلية هاي بلاد خير تسوي، يسوي تمثيلية تروح على المرجعية حتى يقولون الشعب اكو حل اخر، اكو ناس تقتنعون بهم، المرجعيه من كانت تعرف تحسني وهسه تقول نفس المطالب مثل هذا العد، هي توجهت المرجعيه عن الظلم والاضطهاد والحرمان والتهويج والقتل والباب والنهي، هاي محافظات الجنوب اللي كانت تنتظرهم هسه الامراض والفقر، وهم هسه الثوره هي ثوره جنوبيه يعني اكثر ما هي وطنيه طبعا وثورة وطنية، لكن هي موسومة بالجنوب، موسومة بالجنوب. نعم. إذا ما شاء الله في المرجعية تمثيلية في الآخر
يمشي عدم كبلاء، وكل ما الشعب يصير هذوله لازالهم واحد للمرجعية غير تمثيلية أخرى تمثيلية المرجعية والمعممة. شكرا يا أبو علي، كنت معنا من بغداد. أم حسين من الكويت، تفضل يا أم حسين. ألو، بسم الله. تفضل يا أم حسين. ألو، تفضل يا أهلا وسهلا. سلمت لما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أول ما أعزي نفسي وأعزيكم. نعم. الشهداء والجرحى، ربي يشفي جرحاكم يما. نعم. وإن شاء الله النصر قريب، النصر قريب، الفجر قريب. أنا كل صلاة الفجر أقعد أصيح الفجر قريب. أدعو لكم، أقول العشائر قلت قيمتهم، قطوا عقلهم، رايحين العادل، عادل إيراني يما، عادل إيراني أنا كبيرة أنا عارفة، كلهم المنطقة الخضراء كلهم إيرانية، كلهم إيرانية. هذا حكيم باع النجف، سيدة جات علومة باع النجف، كلمة إيرانية. هي وعادل عبد المهدي جاء غاير على دولة جارة، قالهم تعالوا خذوا والتبعنا، بس أمريكا لا تضرب ظهران. هذا قريب قريب شهر 10. نعم. سلم الحدود الباقية والله. سيدة سيدة أم علي، هاي الشخصيات، هاي الشخصيات اللي حضرتك دا تتكلمين عليها، هاي الشخصيات وقعت على وثيقة، على ورقة تطالب بتحقيق إصلاحات. طيب العراق صار له 16 سنة، صار له 16 سنة بهالدمار وبهالخراب. هذول أعداء المنطقة الخضراء، نعم. كلهم أعداء، كلهم إيرانية. نعم. والشباب لا تهونهم على الجزر، قضاهم المصاب ذولا، قضاهم بدر وسبات، قضاهم. وين الجيش؟ أبو الجيش العشائر وين غدا؟ جيش العشائر ما هو سنات؟ نعم. سنات يصير لهم يحميهم؟ وين جيش؟ أنا العشائر أنا العقل، وين عقلهم حطوها؟ وين؟ وين عقلهم؟ طاها عقلهم. هل معقولة، هل معقولة ذولا شيوخ العراق يا أم حسين، هل اللي يروحون يحطون إيدهم بيد الإيراني شيوخ العراق؟ أنا أقول أنا ملعنة، ملعنار، أنا ملعنار جمر. يا عشائر مدنقين عقل رهين الإيراني، هذا إيراني. هل ذولا يمثلون شيوخ العراق يا أم حسين؟ يما هذا عقول القلم عقلت الشمس، كان عقول زرعت الشمس، الشمس ما. أنا فلاح للمك، شلون زرعت عرق الشمس؟ يقطعوا عقولهم. حجي يا أم حسين أنا أشكرك للمشاركة، شكرا جزيلا. كنت معنا من الكويت، معنا أم علي من بغداد، تفضل يا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقدر أسألك أخوي؟ تفضل يا أم علي، أهلا وسهلا. بس أريد أسأل، يعني هاي الكليات هسه اللي استحوذ عليها المالكي لباب المعظم، نعم، اللي أكلها أهلية، يعني منين جاب فلوسها والمالكي؟ يعني ما تدري هي هاي الحكومة كلها فلوس العراق هاي؟ إلا هم صحيح عندهم إصلاحات، هم يكافحوا للفساد، خلي يكافحون. طيب. الروس هاي الكبار. طيب واللي والطالب شلون يقدر يدخل بهاي المؤسسات الخاصة واللي تطلب مبالغ كبيرة؟ اللي يطلع 91 ما يقدر يدخل، ما يقدر يدخل حكومي. نعم. بس بالأهلي يدخل، وكل شهر يزب عليهم تريونات فلوس. طيب هاي الجامعات والمستشفيات الخاصة يا أم علي، المستشفيات الخاصة اللي هي مهمة أكثر من الجامعات الخاصة بالنسبة للعراقيين، المستشفيات والمدارس الابتدائية والمتوسطة، يعني لا هم صحيح يردون يصلحون يديرونها كلها للشعب. تتوقعين للشعب وحكومية؟ نعم. أم علي تتوقعين هاي الحكومة تحقق إصلاحات؟ تتوقعين الحكومة هاي تقدر تحقق إصلاحات؟ لا والله ما أشوف إصلاحات ولا هاي الحكومة أبدا، لان هم هسه نفسهم ما جاي يكافحون الفساد ولا يعاقبون صحيح الحراميين.
مثل الجماعة هاي الكبار نور المالكي والوزير النفط كان الشهر الثاني. هم ذولا نفسهم السابق. ذولا نفسهم هم اللي وقعوا على هالوثيقة يا أم علي، هم ذولا نفس الشخصيات اللي حضرتك. ايه هم نفسهم وزير الداخلية كلهم. شلون يوقعون على هاي الوثيقة اللي تتكلم عن محاربة الفساد وتتكلم على إصلاحات وتتكلم على قانون، من أين لك هذا؟ يعني تعال جيب لي سجلك وتاريخك، انت شلون صارت عندك هاي الفلوس؟ هذول اللي وقعوا على هاي الوثيقة. يا ضحك وقشمريات على الشعب، يروحون للموظف البايق ماخذ له مليون وغلاك ماخذين تريونات ما جاي يحاسبونهم، فالشعب ما جاي يصدق بيهم. نعم. اذا هم صحيح خلي يحاسبون هذول الكبار الشعب، هاي اول نقطة ترضى الشعب اذا حاسب، لحد الان ما سبوا اي واحد. ما سمعنا اسم اي واحد. نعم. أم علي أنا أشكرك، كنت معنا من بغداد، شكرا لك للمشاركة معنا. أبو مها من بغداد أيضا تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم على القناة وعلى هذا المنبر الحر إن شاء الله. حياك الله وسهلا. الله محييك أستاذ. هي الوثيقة كلها تزييف وذولا ناس حرامية، يعني الحرامي ما ينطي حق المواطن. هم ما ينطي حق المواطن، هم سووها حتى يلتفون حول الشعب، حول التظاهرات من أجل يمتصون غضب المتظاهرين. هاي كلها الوجوه الزائفة هسه ظهر حقيقتها والكل تعرفها كانت، بس الشعب كان صابر ينتظر يقول لعله يجي أحسن منهم، لعله ما بهم واحد خير. نزعوا الأقنعة كلش، ذبوا الأقنعة عن وجوههم بعد ما يعني ما عندهم مجال للتزييف، مبين وجههم ظاهر وهذا مزيف، كشروا عن انيابهم بعد. نعم. هاي الوثيقه المزيفه احنا محتاجين هسه هاي الوثيقه اللي تبقوا بها بيت عمار الحكيم. يعني باي زمان شو اسمه يقعدون يجتمعون بالبيوت؟ ليش ما اجتمعوا يعني بمكان رسمي وهاي؟ نعم. طبعا كان قعدوا بمقاهي بالمقهى اجتمعوا. قدام الناس ليش ما نزلوا تحت التحرير قدام الناس؟ نعم. اذا هم صارفين ليش ما نزلوا قعدوا قدام؟ طبعا حضرتك فتحت موضوع التحرير وتعالوا شوفوا، فتحت موضوع مهم طبعا. نعم. متعلق بهاي القصه. الوثائق المسربه طبعا هو ليس موضوعنا لكن نربطه ربط سريع. الوثائق المسربه عن مجله نيويورك تايمز، طبعا من مجله نيويورك تايمز، عن الاشخاص المقربين من ايران وادوات ايران في العراق. تقول الوثيقة باختصار أنه هذه الاجتماعات واللقاءات التي كانت تتم بين مسؤولين إيرانيين وهذه القيادات الموجودة الآن في العراق تتم في الأزقة الضيقة وتتم في الملاهي الليلية وتتم في حفلات عيد الميلاد وغيرها للتمويه، يعني ربما بيت عمار الحكيم أيضا للتمويه. نعم أكيد 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 هي للتمويه، اكيد هي هاي للتمويه. مو قلت لك استاذ ان هم كانوا صارفين، كان قعدوا تحت التحرير امام الشعب وعلى الهواء، هذا اتفاقنا، خلي يشوف الشعب حتى رد الفعل مالتهم. نعم. بس يعني لان ما بيها شيء يرضي الشعب، والشعب يعني بطل كافي عاليا، يعني كافي يقول لهم كافي. نعم. نعطيكم فرصه ترحلون، ليش ما ترحلون؟ تريدون الا يعني تنجرون بالشوارع؟ محكمة الشعب ترى موجودة، القاعدة الأساسية قاعدة الهرم، هو الشعب، إذا اهتزت القاعدة يوقع رأس الهرم. نعم. ومع هذا لم يستمع هؤلاء اللي في السلطة الآن وهذه الأحزاب إلى المطلب الرئيسي للمتظاهرين، بل بالعكس هاجموا هذا المطلب وقالوا أنه إسقاط النظام وإسقاط العملية السياسية سيدخلنا في فراغ وسيدخل البلد في فوضى، وهذه مطالب للمنتفعين ومطالب للممولين من الخارج وهذه الأيدي الخفية، واتهامات يعني كبيرة جدا وكثيرة للمتظاهرين. الآن يخرجون بهذه الوثيقة. السؤال هو إلى متى سيستمرون بهذه المحاولات من أجل المماطلة إذا صح الوصف ومحاولة كسب الوقت؟ ما الذي تريده هذه الأحزاب برأيك يا أبو مها؟ والله برأي الأستاذ محمد هاي الأحزاب تنتظر يا أما طريقة للهروب من هذا الوضع. تنتظر طريقة للهروب، يعني ما بقت هي أنه الشعب انتهى، لازم يقرر هسه هذه الليلة، لازم يقرر يا أما الانتقال إلى الجهة الثانية
والدخول على المنطقه الخضراء حتى واحد يحسمها. يعني اللي يريدون شنو يهربون اموال العراق، ندري يهربون عن طريق مطار النجف ومطار بغداد. طيب. لان طائرات ايرانيه واقفه موجوده مال حمل، دي يشحنوها من ما ندري يعني شنو اللي يصعد بالطائرات، ما اكتفوا كافي عاديا. كافي عاديا الشعب يقول لكم كافي، اللي اخذتوه تركونه. هسه انتم هيك حريصين على الشعب، يدور بديل عادل عبد المهدي، يدور يقول جيب البديل المناسب، ماكو مناسب غيرك من الحراميه انت وربعك، انتم واحد شايل لا انتم حراميه، ماكو المناسب، انتم هيك حريصين على الشعب. نعم. منين اجاكم الحرص على الشعب انتم؟ حتى تدور هسه بديل ويصير فوضى وهاي، انتم سويتوا الفوضى، انتم سويتوا الطائفيه، انتم جبتوا داعش كليته، انتم باتفاق مسبق. وهاي الوثائق اللي نشرتها امريكا هسه راح تطلع بعد وثائق جديده. نعم. جديده واتفاقات جديده. الله يبارك. ابو مها شكرا لك، كنت معنا من بغداد. ويهام من فنلندا، تفضل يا ويهام. ويهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ويهام اهلا يا ويهام. نعم اخويا الموضوع هو باختصار شديد حقيقه، هي هذا انتقام من ايران بخصوص الحرب العراقيه الايرانيه، يعني هم هذا الموضوع كله عباره عن انتقام. نعم تمام. والخطط اللي حاليا هي تسويها الحكومه العراقيه هاي مو من عندهم، يعني حقيقه هم كلهم زبناء وما عندهم ذاك العقل اللي يدبر هاي الخطط، لكن هي كلها من الحكومه الايرانيه او العناصر اللي موجودين بالعراق، يعني التابعين لايران، هم اللي يوضعون هذه الخطط، والمسؤولين العراقيين هم اللي ينفذون هذا الشيء. وبالنسبه للاستقاله في الحكومه هي مو بيدهم ترى، يعني هو الموضوع كله هم يرجع بعيد ايران، يعني عيد ايران لو تطلع من العراق صدق هم في يوم وليله راح يستقالون، لانه هم جبناء وما عندهم الجرأه انه يواجهون الشعب. هو هذا الموضوع باختصار بالنسبه للي يصير يعني بالعراق. نعم. هاي الاوضاع كلها برايك حيتحقق شيء من هاي البنود اللي حطوها بهاي الوثيقه؟ ما راح يتحقق شيء بالنسبه للحكومه اللي هم مخططين، لكن الشعب اذا بقى مصر وما تراجع، لكن كل ما راح تزيد التجمعات وتزيد الاصرار اللي عندهم راح اكيد راح يتغير كل شيء في العراق. لكن عندي رساله اوصلها للمتظاهرين بالشارع العراقي. نعم. اول نقطه انه لو يوجهون صوتهم للامم المتحده مباشر حتى يصير التحرك من عندهم، لانه هذه اللي يطلبوا هسه من الحكومه يمكن ما وضحت لك، انه من يطلبون من عندهم الاستقاله هو الموضوع مو بيدهم حتى يستقالون، هو اوامر من ايران لهم، يعني يا اما السلطه مستفاد يا اما السلطه يخاف. نعم. ويا ما اشكرك، كنت معنا من فنلندا، معنا ام علي من لندن، تفضل يا ام علي. مساء الخير. عزيزي انت، انا حابب اشارك بالنسبه للوثيقه غير معترف بها لا قانونا ولا اعتراف دولي. نعم. اثنين انه هم المفروض المتظاهرين يدخلون على المنطقه الخضراء وينزلون اسماء ويطلعون هذول المرتزقه، لا ايران ولا امريكا ولا اي من كان. عزيزي انت. نعم. المفروض تضييع هذا الوقت على حساب دماء الشباب، يعني هذا ما وارد، ما كنت شيء، ما كنت منطق، يعني راحوا تقريبا 500 قتيل، يعني ما أعرف إيش ده ينتظرون، ما أدري، لأن الحكومة جاية تلعب فيهم، تتصور ذاك اليوم إنه كل أعضاء البرلمان يقبضون رواتبهم مال 6 أشهر المقبلة بأي تاريخ هذا؟ زين ما عارفين ان احنا عارفين انه ايران وسين من الناس وفلان وعلان، هذا ما له معنى. انا اقول الشباب والقيادات الثوريه المفروض تهجم تطلع ذولي المرتزقه المافيات، احنا مضيعين دم دم ضيع دم. نعم. عزيزي انت يا ريت انه يعني تنحل، ان تضيع وقت على حساب الناس. شكرا يا أم علي، وضحت الفكرة، كنت معنا من لندن. نود مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام
أن نشاهد هذه المقاطع لرفض الشارع العراقي للوثيقة التي وقعتها أحزاب السلطة الحاكمة. كما شاهدتم مشاهدينا الكرام هذه المقاطع وهذه التجمعات وهذه الأصوات المناهضة لهذه الوثيقة وللأحزاب من كل المحافظات العراقية الخارجة فيها مظاهرات الآن وثورة تشرين العامة في كل هذه المحافظات. هذا الرفض الشعبي الواسع، هذا الإجماع بالرفض لهذه الوثيقة ولكل ما يخرج من السلطة الحاكمة. فيما تبقى من وقت نقرأ سريعا الرسائل التي وردت على الواتساب. يقول أحد المشاركين: عاجل منذ فجر اليوم وإلى الآن استشهاد 7 من المتظاهرين وجرح أكثر من 74 متظاهر قرب ساحة حافظ القاضي وفي شارع الرشيد قرب ساحة الغريري، وإلى الآن لا يزال جسر الأحرار بيد الأحرار. يقول: السلام عليكم. أحد الأشخاص: عندي رسالة للمتظاهر أنه يبطل يقولون إجراء انتخابات بإشراف أممي، خلي يقولون بإشراف عراقي بحت. العراقيون الشرفاء المتظاهرون يشرفون على مواقع الانتخابات وهم يفرزون الأصوات وهم يرشحون ناس، الشعب كله يريدهم، من يريد إشراف أممي؟ كلهم متواطئين وخونة. رسالة تقول: السلام عليكم. أصلا هو منه رئيس وزراء ورئيس عصابة؟ هذا هو يقول: السلام عليكم، هو مو رئيس وزراء وإنما رئيس عصابة يقتل الشباب ويخطف النساء عند شرف. لا والله، أخوكم أبو عمار. السلام عليكم وتحية لقناتكم الوطنية صوت الحق، ألف تحية لثورة الحق، ثورة تشرين التي عادت العراق إلى وضعه الطبيعي. وأما ما تسمى وثيقة اللا شرف فهي وثيقة فارسية مجوسية كتبت في إيران ووقع عليها ذيولها في العراق ممن دمر العراق خلال 17 عاما، وأهم شيء عدم إعطاء أي فرصة لأي ذيل ركوب الثورة من سياسي ومعمم. وأنبه ثوارنا من يقول من منتظر الزيدي لأنه ذيل لمقتدى الصدر لركوب الثورة وضربها من الداخل، وأخيرا النصر قريبا بإذن الله. أخوكم زياد العزاوي من هولندا. السلام عليكم أستاذ محمد، كل الذين وقعوا الوثيقة هم أنفسهم قابعين على صدور العراقيين منذ 16 عاما، وهم أكبر الحيتان الذين نهبوا البلد، وحتى القصر الذي جمعهم فيه عمار هو لأبناء الشعب الذي استولى عليه بالإكراه، فأي إصلاح وأي محاربة للفساد وأي معارضة؟ آخر رسالة: السلام عليكم، أنا ماردو من كربلاء، عمار الحكيم دمر العراق. شكرا جزيلا لكل المشاركين الكرام إن كان عن طريق الاتصال أو عن طريق الواتساب، ونعتذر لمن لم نستطع قراءة رسائله في هذه الحلقة. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.